مشاهدينا الكرام لنبدا الحوار مع فنانتنا الجميله مادلين طبر. صباح الخير واهلا وسهلا ونورتينا. الغد منور فيكم، وكثير بشكر المخرجي على هالشريط اللي بجنن، فيديو كثير راقي وهادي على الصبح. اي خدمه. وانت حضرتك بتتفرجي عليه دلوقتي، نعم، بتقولي ايه؟ يعني بتفتكري طبعا حضرتك بداتي كمذيعه وبعدين اصبحتي ممثله، تاريخ طويل طبعا مليء بالاعمال السينمائيه والدراميه، يعني حسيتي بايه؟ افتكرتي ايه؟ قلتي ايه؟ يمكن لفتني جدا انه حرصتوا انه تاخدوني في المراحل الاخيره، يعني في العشرة 15 سنه الاخيره، كل الكاتس اللي كانت في المرحله الاخيره. طبعا انا مسيره حياتي 30 سنه ما شاء الله وما يزيد، بدات كصحفيه، ومن بعد ما اخذت شهاده بجامعه كليه الاعلام انتقلت الى تقديم البرامج كمذيعه، ولما عصيتي كمذيعه وكمحاوره في استوديو الفن، استوديو الفن طبعا، وعمل نجاح فظيع، ومن غير اي استعداد لقيت نفسي في احضان السينما. رح نتحدث يمكن عن هذا الموضوع، عن بداياتك، لكن دعينا نتحدث عن مؤخرا يمكن تم تكريمك في لبنان من مهرجانات بيروت للجوائز طبعا الذهبيه، مع العلم انت يمكن كان اكثر عملك في مصر، لكن هذا التكريم ربما له طعم خاص لمادلين طبر، صحيح؟ باعتبارنا في بلدك الام. لما حكي معي هادي حجار من بيروت فرحت كثير، لانه قبلها بشي سنتين كان الميراكس دور عملوا لي مش تكريم لانه بعد ما كرموني بالميراكس، لكن طلبوا مني اقدم مدام ناديه الجندي كصديقه لإلي، وطلبوا ان يكون في لجنه التحكيم، رئيسه لجنه التحكيم العربي. انما ما حصل اي تكريم غير لسنه الماضيه، ففعلا كان له وقع كبير، لانه لما يكون التكريم من بلدك يبقى انت ماشي في التراك المضبوط واهل بلدك فخورين فيك. لكن اهم تكريم حصل لي بحياتي كلها هو قريتي، اللي هي مش قرية، اللي هي بلدة عظيمة اسمها زغرتة بإهدي بالشمال. نسمع فيها طبعا. عملوا لي الرئيس البلدية بإدارة الإعلام الكبير روبير فرنجية، عملوا لي تكريم وجابوا كل ولاد عمي، نحن عائلة قبلية يعني كبيرة، 55 ابن عم، وما فيش طبر بلبنان غير هالطبر هو اللي بالشمال بصغرتا، حضروا مع أحفادهم وأولادهم ومع أهل القرية حتى يكرموني، فهيدا كان أحلى حاجة طبعا. طبعا صحيح. عايزة أقف عند السؤال اللي قبل كده لما حضرتك بتقولي دخلت التمثيل بدون سابق إنذار، أو يعني عايزة أعرف جه إزاي؟ لأن أنا أعرف يعني كنت قريت مرة إنه الفنان نور الشريف الله يرحمه طبعا ويحسن إليه كان دعاكي أيام ما كنت في استوديو الفن مذيع وقال لك تعالي مصر عشان تبدأي تمثيل، وأنت أعتقد إن أنت رفضتي ساعتها. عايزة أعرف كان ليه رفضتي وكان مدخلك للتمثيل إزاي؟ أنا كنت متفوقة بجامعة كلية الإعلام، كان طلع لي منحة إني كمل دكتوراه بالإعلام، وصحفية ناجحة وبشتغل بأكثر من مطبوعة. صحيح. وغير كذا كنت بقدم برامج بكل الوطن العربي بعد نجاح استوديو الفن، ستقدم برامج علمية وبرامج سياسية وبرامج فنية يعني، ومسابقات. فليه أمثل ساعتها يعني؟ فكان المجد جاي من الإعلام. صحيح. فقررت إني ركز بنجاحي، الى ان ابتدت الناس اللي طيب ليه ما بتمثلي؟ تفكر انه ليه يعني، هل هو كل مذيعه ناجحه لازم تمثل؟ نكست ستيب تبقى ممثله، الى ان دخل رفيق حجار الله يرحمه وهو مخرج كبير جاي من الاتحاد السوفيتي، عنده فيلم سياسي اسمه الانفجار ذا اكسبلوجن، وقال لي الدور تبع هالبطله كل ممثلات لبنان رفضوه. ولانك انت الحس القومية العربية عندك عالي حسب ما بتصرحي، فأنت حتعملي الدور. قلت له بقرأ الورق وإذا عجبني بعمله، هيك تحدي، ودخلت السينما تحدي. وافقتي ومشت مشوارك الفني بهذا الشكل. أول بطولة، ثاني بطولة، ثالث بطولة، ثلاث أفلام، أربع أفلام لبنانية، ومن بعدها إجا الأستاذ زريد لحام سوريا، كفون، ومن بعدها من سوريا أخذ جائزة أحسن ممثلة بمهرجان موسكو، فتم دعوتي على مصر للمشاركة في أول مهرجان للأطفال، وأخذت جائزة أحسن ممثلة، فشافني العبقري مكتشف المواهب بتلك المرحلة الله يرحمه ممدوح الليسي، فقال لي أنت تيجي تعملي بطولة وداعا قرطبة، الأميرة ولادة بنت المستكفي في مسلسل مصري، وضربت بقى. وممكن
وممكن دلوقتي نشوف مارلين طبر في البرامج مره ثانيه، يعني انتوا عارفين يمكن الممثل استأت. دائما استأت. 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 شكلك في حاجه، شكلك في حاجه صح؟ استأت. شوف 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 ايدي. اولا انا رجعت للكتابي وبتشرف اقول ان رجعت للبوابه نيوز، انا رجعت اكتب كصحفيين مقالات تحت باب ومضات. وشوقي للتقديم جاي من نفس الاحساس الاولاني، التحدي. حسيت انه نجمات كتير ونجوم كتير بيقدموا، هم مش يعني مش كل ممثل بيقدر يكون شوفيهم يعني على الموجودين على الشاشه الان. بس استفزني يعني استفزني الموضوع. انا يعني انا اعلاميه، خريجه اعلام، لساني جاهز، بديهتي جاهزه، هناك مواصفات للمذيعه ليست بالضروره تكون موجوده عند الممثل ابدا. صحيح. يعني الممثل مش مطلوب منها انها تكون سريعه البديهه. نعم. مطلوب منها تكون مثقفه، لكن في المذيعه لازم الثقافي اعرض واوسع وابديتد يعني يوم بيوم. صحيح. فانا امتلك هذه الصفات. لا انت باين حبك يمكن للميديا لما دخلتي تشوفين الاضاءه، الاناره، التفاصيل، الديكور. صحيح. لاني انتجت، اخرجت اكثر من 15 سهره، اشتغلت مونتاج، اشتغلت كل شيء، بكتب حلو كثير، وان مان شو زي ما بيقولوا يعني. لكن لحتى انجح كنت دائما لما بعمل شيء بترك كل الباقي، بركز على ما اقوم به. طيب دلوقتي على ذكر المهرجانات، واحنا لسه مهرجان الجونه منتهي، كان ليكي وجهه نظر ان انت مش بتنقي، يعني مش كل مهرجان ربما بتدعي اليه بتروحيه، بتحبي تنتقي مهرجاناتك. اعتقد ما رحتيش مهرجان الجونه. لا صح؟ السنه دي ما رحتيش. انما انت عضوه في لجنه تحكيم مالمو، المفروض هيبدا في السويد. صح. وشايفه ان المهرجانات دايما مش عشان عرض الفساتين، ما احنا بنشوفها كده الحقيقه. انا قلت انه مش عرض فساتين وبس، لانه عرض الفساتين حلو قوي. مين قال انه مش حلو؟ ايه التظاهره الحضاريه الرائعه؟ مين عجبك اكتر فستان؟ والله انا حبيت اطلاله منى زكي. جميله، كانت موفقه. حبيت سبا مبارك، كانت لابسه ديستنجوش. حبيت اطلاله كذا نجمه لبنانيه، مش حافظه اسمائهم للاسف، لان اسماء بنات جداد كانوا يعني حلوين قوي قوي قوي. وفي اطلالات لم تكن موفقه، بس ده يعني حلو قوي البروي اللي حصل ما بين رافض وموافق، لانه صحيح. الهدف من الجونه كان ايه؟ تحقق. كان الهدف السياحي، ورشه السياحه. اولا في هذه قعده الجونه اكثر من 15 سنه ما حدش كانت موجوده، ما حدش عارفها. صحيح. فهذا الذكاء السويرسي نجح في مبتغاه، بلس انه هو طبعا الباشمهندس نجيب سويرس الف تحيه له. هو واخواته، هو فعلا عاشق للفن. اول مره لجنه تحكيم مالمو استاذ مدلين ولا تاني مرة. دي تاني مره؟ دي تاني مره. دعيت لاكثر من لجنه تحكيم عالميه، منها فرانكوفون، منها امي اويرز في ابو ظبي، ودعيت ايضا الى مالمو للتحكيم في اللجنه الدوليه للافلام الطويله. ان شاء الله الحق، لانه عندي مشكله بجواز السفر، انه ما في ولا صفحه فاضيه للفيزا. فبعته لبيروت. اي هوب اني الحق يعني. طبعا على غرار المهرجانات، يعني في اعمال قادمه لمادلين طبر يعني؟ سامعين في فيلم رعب حركه او ايه ده؟ ايه المذكره الجميله؟ انا كل التفاصيل موجوده. ايوه ده عبد المنعم غششك. لا والله ما حدش يعرف المعلومه دي لسه. انا بقيت للاسف بقيت اني بامن بالسحر، بالحسد، كل ما بحكي عن بروجكت بطير. بيختفي. فما عندي شيء، ما عندي شيء. لا احكي لنا عن هذا البروجكت، مش حيختفي، انا حنضمن لك وجوده. ما هو محمد حمدي صبح علي طبعا، ونور حراكي المنتج السعودي صديقي الكاتب والاديب، وتدعمه طبعا مدام جنزوري، كراس جنزوري. عايزين يعملوا فيلم مصري يكون كاتيجوري بي، يعني ملموم الميزانيه، ويكون ابديتد بنجم. الظاهر هنشوفه قريب عشان الوقت. I don't know. مش عارف، ما حدش عارف غير يعني اكيد الجهات اللي وقفته. لانه مسلسل الظاهر، مسلسل السلطان والشاه، مسلسلين عام 2018 ما انعرضوا. صحيح. وانا اختفيت برمضان. صحيح. عدا عن اعتذاري عن مسلسلين اخرين لانه ما حبيت دوري. فكان ان شاء الله تتحل المشكله وبتعرض باذن الله. يا رب يا رب. كنت معروف عنك انت لما تختارين عمل تختاري على اساس الشخصيه، ليس فقط القصه او يمكن الكرو. صحيح. وغيرها من الامور. على العموم احنا يعني هذا ما سمح به الوقت، احنا يعني سعيدين بوجودك وشكرا جزيلا لك. انا سعيد لاول لقاء لي بالغد العربي ومنورين الغد. شكرا. ثانك يو يا فندم، نورتينا. شكرا.